السلام عليكم. طب اعمل صوت كده. تعالوا النهارده نبدا مع بعض كده على خير باذن الله. النهارده اليوم بتاعكم يعني بمعنى ان اليوم مفتوح عندكم انتوا ليكم انتوا، انا مش هشرح الا اللي انتوا هتسالوا فيه ان شاء الله. تعالى الصوت فصل ازاي؟ الصوت كده فصل؟ بيقطع لسه؟ الصوت بيقطع؟ هو انا بسكت؟ طب ثواني كده. لسه بيقطع كده؟ تمام الصوت يعني ولا لسه بيقطع؟ كده كويس؟ طب ثواني هغير لكم، بس هغير السبلور اللي انا شغال عليه عشان يبقى الصوت عند الناس كلها كويس. الناس النهارده اول بس ما افتح اكسبلورر تاني ويحمل عليه الفصل، الناس جهزت اسئلتها النهارده. الناس النهارده باذن الله النهارده انا مش هشرح، النهارده الناس هيبداوا يدوني الاسئله بتاعتهم ونبدا نتناقش. هتبقى زي جلسه نقاش كده لكل ما حدث، يعني هنتكلم على مشروع التخرج او المشروع بتاعنا اللي هنقدمه ان شاء الله مع بعض، بس بعد ما استقبل الاسئله منكم ان شاء الله. الناس انا مش عايز الناس تتكلم في المحاضرات، اللي عايز يسالني يسالني واقول لكم المحاضرات فين وفي الجروب بتاعنا وكل الحاجه موجوده. عايز تتكلموا في الماده العلميه، ايه اللي ناقصكم، ايه اللي وقع منكم، ايه اللي محتاجينه، بحيث ان انا يعني استعرضه معاكم. تبقى يعني المحاضره تاني كانوا ادوني الصوت بس كده معايا الصوت كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده الصوت تمام. الناس عشان تبقى المحاضرة مفيدة يا ريت الناس تجمع أسئلتها دلوقتي ونتناقش فيها. المحاضرات كلها متسجلة، هنديكم اللينكات، الدعم الفني هيرفع لكم اللينكات فين وعلى أي عندي قناة، والشباب اللي معايا برضو نفس الفكرة. خلاص؟ هيديكم كل حاجة. كده الناس سامعيني كمان؟ حاضر، سؤال سؤال. ماشي. متى نستعمل اول سؤال بيتسال اللي هو ستوب، كلمه ستوب. النهارده هنتكلم عن الاسئله بتاعتكم وهجاوبها ان شاء الله تعالى، وكمان هنتكلم على المشروع هيبقى شكله ازاي اللي احنا هنستلمه منكم، اللي انتوا هتبداوا تشتغلوا فيه وتسلموني خلال اسبوع. مدته هتبقى خلال اسبوع ان شاء الله تعالى. اول سؤال قدمته ايمان سالته اللي هو امتى نستعمل الكود بتاع ستوب؟ بنستعمل الكود بتاع ستوب لما نكون عايزين نوقف المشهد بتاعي او الشاشه بتاعتي. بمعنى ايه؟ خلاص؟ بمعنى ان الكود بتاع ستوب هيوقف بيوقف لي المشهد عشان انا عايز استقبل من اليوزر انتر اكتف معينه او اكتف معين. خلاص؟ معايا؟ فهي دي الفكره، فانا بعمل ستوب على الفريم. على الفريم. عملت ستوب على فريم عشان اوقف المشهد، هيدوس بعد كده يختار من المنيو وهيختار قايمه يروح ليها وهكذا. خلاص؟ معايا كده؟ اخر فريم اخر فريم للمشهد او اول فريم للمشهد مش هتفرق. خلاص؟ الفريم الاول او الاخراني للمشهد ممكن يبقوا فريمين ثلاثه، بس هي كده المشهد انت عايزها توقفيه فين بالظبط، بتحطي عند الفريم تقفي عليه وتختاري ستوب. تخشي من الاكشن سكريبت وتختاري ستوب. ايه تاني؟ الناس برضه قاعده تسال على المحاضرات، والله المحاضرات هنوفرها كامله متكامله باذن الله تعالى. خلونا في الاساسي عشان دي اخر محاضره معاكم، فمش هبقى موجود تاني. فاللي هيبقى محتاج حاجه يسال فيها اكتر. ماشي. لو عايز احط رابط، الرابط يا من عايزاه يشتغل على طول ولا يشتغل على النت؟
لما نيجي نضغط على الرابط يشتغل على النت ولا يشتغل في الفلاشة؟ يشتغل في الفلاشة لو احنا حاطين الفلاشة نفسها على الانترنت، يعني على صفحة HTML. هنعمل لود موفي، هنختار الكود بتاع لود موفي ونحط ال URL بتاع الفيديو، فهينادي على الفيديو هيشغله مكان الفلاشة. بس كده هتشتغل في الفلاشة ان شاء الله تعالى. الناس بس تجربها، واللي ما عنده مشكلة تانية يعني يتواصل معايا على الايميل ان شاء الله. ولو على النت عايزه تشغليها على النت هتحطي دي URL، بس هتبقى جيت URL، هتحطي اللي هو الكود بتاع الجيت URL. خلاص هو ده بتاعها معايا كده. ايه تاني؟ مفيش اي مشكله. احنا كده كده لو انت قدرت تلم يعني تلم الفكره في المحاضرات وشارك بالمشروع ما عندهاش اي مشكله. خلاص الاصوات اللي اتاكد ان هي تكون بتنزل ما تكونش اصوات مضغوطه، مش مضغوطه بالوان رار والوان زد، لا الصوت نفسه ما بقاش معمول له ضغط. خلاص يبقى لا ويف لا ام بي 3. خلاص نتاكد من الاثنين دول، اللي هو الامتداد بتاع الاكستنشن بتاعه لا ويف لا ام بي 3. خلاص دي الاصوات اللي ممكن استوردها كويس، عشان في بعض الاصوات بتبقى ويف او ام بي 3 بس بتبقى مشكلتها الصوت نفسه مضغوط، مش مضغوط باللون الاخضر، هو مضغوط داخليا معموله زي الكمبريسور، حاجات كده مضغوطه جواه، فعشان كده ما بيقدرش على الفلاش يستورده. خلاص فنتاكد من الحته دي. ايه تاني؟ هو ايه ما عندناش الا امام بس اللي بتسال؟ لا الصوت بينزل على لير منفصل، الصوت افضل ان احنا ننزله على لير منفصل عشان نسحبه زي ما هو عايز. خلاص 11 المحاضرة حاضر والله هتنزل على الانترنت، الناس بس بتوع التسجيل ربنا يجازيهم خير بيعالجوا المحاضرات قبل ما بتنزلوا كده. ملفات العمل الفلاش نفسها لازم نتاكد، يعني السؤال اللي بيساله الاستاذ محمود ده كويس جدا الناس تفهمه، هو عايز ملف العمل الفلاش اللي انا بعمله بتاع ليرنينج اوبجكت يبقى معمول يعني اقلل حجمه من الداخليه، لازم اقلله داخليا. الناس بس تسال يعني سؤال سؤال تنتظر بعض عشان اقدر اجاوب. خلاص عشان اقلل الملف داخليا لازم اتاكد ان كل حاجه منزله جوه الملف متحوله لسيمبل. فاكرين سيمبل اللي شرحناه اللي احنا نحولها لجرافيك لموفي كليب لزرار لبطن؟ لازم اتاكد الثلاث حاجات دول معمولين للفلاشه، للفلاش بتاعي، للملف بتاع الفلاش. خلاص فهي دي المهم. خلاص فلازم يعمل ضغط للحاجات دي كلها، اللي هو يحول الحاجات اللي محتاجها جرافيك جرافيك، اللي محتاجها موفي كليب موفي كليب، وهكذا. خلاص فدي مهمه جدا جدا معايا كده. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني اللي كانت بتساله مان، ثواني يا شباب ويا اساتذه، اللي هو الجو تو. لا اتاكدي ان انت حاطه الجو تو ده على زرار. خلاص نتاكد ان الجو تو الكود بتاع الجو تو ده محطوط على زرار. انا رفعت في الجروب بعض المواقع وبعض المدونات فيها اكواد جاهزه، ورفعت الاكواد جاهزه كلها، بس الناس تتاكد ان محطوطه على زرار. خلاص معايا؟ في اسئله تاني بخصوص المحاضرات الناس ممكن تستوعبها؟ احنا مبسطين المحاضرات قوي، يعني مش شرط ياخدوها لايف عشان الناس انا شايفها مختلفين، ممكن الناس تسمعها براحتها وكل حاجه وبعد كده تتابع معايا، ما عنديش اي مشكله. انا اديت الايميل عشان الناس اللي عايزه تتابع معايا شخصيا، يعني ما فيش اي مشكله برضو. كيف اعرض الامر الاكشن؟ بقف عليه افتحه تاني من اكشن من فوق وامسح، اظل الكود بتاعي وادوس ديليت، فكده اتلغى امر الاكشن. خلاص يعني بفتح الصفحه زي ما بفتح صفحه الاكشن من ويندو اكشن، بفتح الصفحه من فوق ويندو اكشن وافتح مكان ما انا حاطط الكود بالظبط، واروح مظلله كلها واعمل له سيلكشن وراح لغيه. خلاص كده الدعم الفني بيعمل لكم ماليش الاستبيان استطلاع رقم كمبيوتر، دي مهمه جدا عشان يعني نطور كلنا نفسنا، نطور نفسنا، انا اطور نفسي واطور الماده العلميه، الناس ممكن يكون محتاجه حاجات انا ما كنتش قلتها نقولها في الدار اللي بعديها وهكذا. مش هيحصل اي مشاكل لما تتاكدي ان انت لغيت القديم؟ تمام خلاص لازم تلغي القديم. فين بقى الناس؟ هو الناس مالها النهارده؟ ما حدش متفاعل ليه؟
مفيش مشكلة يعني، شوفوا واسأل بعديها. أنا كنت أتمنى إن حد ما حضرش معانا لو كان شاف المحاضرات قبل المحاضرة الأخرانية دي كان قدر يسأل ويستفسر، مفيش مشكلة، ما عنديش أي مشكلة الناس تسأل، مفيش أي مشكلة. خلاص كده؟ معايا كده؟ أنا هحط الناس دلوقتي، الناس لو يعني تنتظر بس الأسئلة، هحط الشروط بتاعة المشروع، شكل المشروع هيبقى ماشي ازاي، وانا هشرحها دلوقتي شكل المشروع بحيث ان الناس تبقى عارفه. خلاص انا هحطه في الشات دلوقتي وهرفعه برضو على الجروب بتاع المعهد وعلى الجروب بتاع الدوره النفسيه اللي احنا عاملينها. خلاص كده دي الشروط اهي. اللي احنا بنعمل كائن تعليمي يحتوي على موضوع محدد زي ما احنا شرحنا خلال الكورس كامل، في اسم المصمم وطريقه التواصل معاه، الايميل بتاعه بحيث ان لو رفعناه على الانترنت وحد شافها عجبته يقدر يتواصل مع المصمم، تبقى منها تسويق ليه. خلاص، وكل ده يعني تصميم الكائن التعليمي طبق المواصفات الشرح اللي احنا تمت بينا، ابعاد الكائن التعليمي 800 في 600، عدد شاشات الكائن التعليمي لا تقل عن 10 شاشات عشان يبقى نحس ان هو في كائن تفاعلي فيه شويه، واخر موعد لتسليم المشروع اللي هو الاسبوع اللي بعد انتهاء اخر محاضره بتاعت دي، يعني اللي هو 1/3/2012. خلاص معايا كده؟ هتبعتها لنا بقى على الايميل ولا ترفعها على الجروب مفيش مشكله، واحنا هنعمل بيها ان شاء الله مفيش مشكله، وقت اطول مفيش اي مشكله، بس هو خلينا بنحدد اسبوع، تحدد اسبوع اللي هيحصل عنده مشكله ممكن يتواصل معانا يقول لنا مثلا عندي مشكله، بس اسبوع عشان الناس تضغط نفسها، لو سيبنا الموضوع مفتوح الناس مش هناخد منها حاجه. الموضوع احنا مش يعني بنستغل حد، احنا كله عايزين نفيد الناس، اللي احنا هنعمل ليرنينج اوبجكت، مستودع ليرنينج اوبجكت باللغه العربيه، نرفع الشغل بتاعك ده عليه ان شاء الله، كل الناس تشوفه، الواجبات بتاعتنا تتشاف للناس كلها، تبقى منها تسويق ومنها نحس ان احنا عملنا حاجه كويسه عشان الشهاده كمان والحاجات دي كلها. مفيش مشكله. حاضر، في حاجات كتير ممكن تنزلها يعني برامج كتير ممكن تنزلها من على اليوتيوب وكده. وجنبه ايه؟ انا مش عارف اقرا الكلمه العربي دي يا امير. سيناريو ايه؟ سيناريو، ما هو لازم، ما هو انت لو بصيت على المحاضرات مش هتقدر تعمل الحاجه بتطبيق الا لما تعمل سيناريو. ما هو السيناريو، فانا مش هطلب من الناس الشغلين، هم اكيد السيناريو ده اساسي لازم يعملوه. خلاص، انا عاوز المخرج ما بعد السيناريو، مخرج ما بعد السيناريو اللي هو كائن التعلم اللي احنا هنقدر نرفعه على الانترنت ان شاء الله على المستودع الرقمي اللي احنا بنحلم بيه. خلاص، وانا هساهم معاكم برضو كان تعلم، هعمله زيكم بالظبط، مشروع التخرج بتاعنا للدوره وارفعه معاكم ان شاء الله تعالى بايدي. يبقى انا كده مساهم زي الناس بالظبط، احط اسمي وكل حاجه. لازم اللي يمشي عليكم ويمشي عليا، فانا ان شاء الله هساهم برضو كان تعلم، انا عامله من تصميمي وتنفيذي وارفعه ان شاء الله. ربنا يكرمكم، عشان ما حدش يقول اذا كان رب البيت بالدف ضاربه، فلازم كلنا يبقى مع بعض ان شاء الله. خلاص اتفقنا كده، اتفقنا، عرفنا مواصفات، دي المواصفات تاني، المواصفات تاني ونرفعها على الجروب بتاع المعهد وكل حاجه. ايه تاني يا اساتذه؟ افيدوني افادكم الله. النهارده اخر محاضره ان شاء الله، فعايز الناس يعني تعصرني زي ما بيقولوا عشان ايه؟ نطلع احسن ما عندنا ان شاء الله في المشروع. لا تبقى منفصله احسن عشان كده. انا ما قلتش الناس برضو يعني الناس ما تسالش، انا هرد على سؤال دعاء باين او دي او ايه ده، وهرد على سؤال المحبه للرسول بتاع اول محبه للرسول اللي هو الفلاش والحاجات دي. خلاص، الفلاش والفوتوشوب، الفوتوشوب انا بعمل الليارات متقطعه كليارات واسحبها ليارات عشان اقدر احرك حاجه او احط حاجه، يبقى كل حاجه منفصله، فلازم تبقى على ليارات، لير واحد يبقى انا كده ما استفدتش حاجه، يبقى انا كده قفلتها كشكل صوره، فلما اجي جوه الفلاش هتعاني معايا. خلاص،
رد اداني انا كل ده البرنامج على فلاش عشان انا خدت التولز بتاعت الفلاش. لو حضرتك او حضرتك عارفين تولز تانية ممكن تأدي نفس الغرض غير الفلاش، شيل الفلاش وحط التولز التانية، ما عنديش اي مانع. المهم تطلع لك ليرنينج اوبجكت. انا اديت بالفلاش ليه؟ الفلاش منتشر في السوق، دي اول حاجه. الفلاش مهاراته كويسه، الفلاش تعليم وهتلاقي فيه كتير تعليم فيساعدك على الابداع بعد كده، خلاص. فده ده كانت من اهدافي، انا اخترت الفلاش ليه. اهدافي تاني عشان انا اشتغلت على الفلاش بيدي. في برامج كتير اوثرنج تولز بقدر اعمل عليها اللي انا اقدر اعمل عليها ليرنينج اوبجكت، بس الفلاش اشهرهم او مش اشهرهم اللي موجود بكثره. يعني انت لو عملت سيرش على تعليم ليه هتلاقي تعليم حاجات تساعدك اكتر بجانب شرحي. فهمتوا ليه الفلاش؟ فممكن انت اي برنامج تقدر تلاقيه بيعمل نفس عمل الفلاش هيطلع لك ليرنينج اوبجكت، ما عنديش مشكله. انا عايز الناس تفهم الفكره العامه وبعد كده تربطها بالبرامج. بمعنى ايه؟ الفكره العامه ان احنا عايزين نطلع حاجه اسمها ليرنينج اوبجكت. طلعت بايه؟ خلاص. ماشي؟ طلعت ببرنامج الفلاش، طلعت ببرنامج تاني وهكذا. في برامج كتير بتعمل، ممكن نعمل عليها ليرنينج اوبجكت. الفلاش عندك الدايركتور، عندك الكابتيفيت، عندك ايه تاني؟ عندك لو انت عملت اوثرنج تولز اللي هي برامج الاوثرنج تولز بالانجلش كده هينزل لك اكتر من 100 او 150 برنامج. خلاص؟ عندك الكورس لاب ممكن اطلع منه اعمل فيه ليرنينج اوبجكت حسب ما انت عايز. بس انا بديك اشهرهم اللي يديك سوق عمل. انا فكري لما ممكن يكون البرنامج صعب على بعض الناس شويه، خلاص لا، 3 دي ماكس مش هيطلع لك الليرنينج اوبجكت، هيطلع لك حاجات تساعد في الليرنينج اوبجكت. لا، الباور بوينت لا، مش هقدر اربطه مع، يعني هحاول تراعي ان انت تربطه مع اداره محتوى اللي هي ال LMS. خلاص؟ ما هو انا مش في اسماء كتير. خلاص؟ في اسماء كتير، في اسماء كتير. ممكن انا اسماء انا ما اعرفهاش انتوا بتكتبوها. خلاص؟ انا زيكم، يعني انا عارف مجموعه برامج بشتغل عليها او تولز انا بشتغل عليها. ففي برامج انتوا بتكتبوها انا ممكن ما اعرفهاش. خلاص؟ فالناس هل هي بتأدي نفس العمل؟ لو انت شايفها اللي بيكتب برنامج الاوتو بلاي منه ديزاينر بيأدي نفس العمل، شغال خلاص، توكل على الله، جو اهيد، طبق بقى اللي احنا قلناه بتاع السيناريو والسكريبت والحاجات دي كلها ونفذها على الاوتو بلاي، انت عارفه، وشغله وطلع منه ليرنينج اوبجكت محترف. بس تكون ليرنينج اوبجكت تنفع تترفع على المواقع، تنفع تترفع على ادارات المحتوى بتاعت التعليم الالكتروني عشان تبقى ليرنينج اوبجكت. فانا لما درست الفلاش لقيت الفلاش هيديك كل الحاجات دي. فهمتوا ليه انا درست الفلاش؟ بس تمام يا اساتذه ويا استاذات. فانا احنا يعني عايزين نتعلم حاجه عند المستخدم. ان الله يفتح عليك يا استاذ محمود. خلاص ماشي، اديني سؤال منار وانا هقول لك عليه. بس انا عايز اوصل للناس، احنا بندي، او انا يعني شخصا، يعني اعوذ بالله من كلمه، انا بدي طريقه عمل وليس فكر. بمعنى ايه طريقه عمل؟ طريقه عمل ممكن تقضى باي حاجه، باي برنامج انت تعجبك قضيه بيه او اعمله بيه، خلاص نفذه بيه. فدي طريقه العمل. انا بديك تولز معينه، التولز دي ممكن تبقى متغيره، في تولز احسن ظهرت انا ما شفتهاش، ممكن انت تحطها او انت تحطيها، متوكل على الله. خلاص ماشي، اديني السؤال اللي هو بتاع تصدير العمل. ماشي، تصدير العمل على النت او الاسطوانه؟ الاسطوانه، عشان اعمله على الاسطوانه بنخليه الاي اكس اي، بنخليه اي اكس اي اللي هو ويندوز اي اكس اي. خلاص، الويندوز بروجكت اي اكس اي هو ده اللي على الاسطوانه عشان اقدر انسحه. خلاص، لو على الانترنت بصدره اللي هو الاس دبليو اف الفلاش. خلاص، ملف تنفيذي اي اكس اي عشان يشتغل على اي جهاز، مش شرط يبقى على الجهاز فلاش، ولا فلاش ولا فلاش بلاي. خلاص، بخصوص على الانترنت بخليه اس دبليو اف عشان اقدر ارفعه على اي اداره محتوى، اقدر ارفعه على اي صفحه اتش تي ام ال او صفحه بي اتش بي او صفحه اي اس بي دوت نت، اي حاجه بقى. خلاص ما هو ده المهم. يعني معلش يا امير، انا دي يهمني ليه؟ يعني انا مش هستعرض البرنامج، انا باخد اللي فيه. خلاص، زي هديك مثال بسيط معلش الناس تستحمله، زي النحله كده. هل النحله لما بتيجي تاخد رحيق الزهره هل بتاخد الزهره كامله؟ ما هو الزهره فيها اغصان وفيها عود الجذر بتاعه والحاجات، هي بتاخد الرحيق بس. فاحنا نعتبر بناخد زي النحله كده رحيق البرنامج بس.
احنا بناخد اي برنامج الرحيق منه اللي هيديني في الاخر العسل اللي هيطلع في العمل النهائي. خلاص معايا كده؟ المهم ما تكونش شعارات، المهم تكون منفذه بس، فاحنا كلنا ننفذها، يعني يا ريت اتمنى الناس كلها تنفذها. الناس بتسقف لي، كده يعني في اي اسئله تاني؟ يبقى احنا فلسفتنا بدون فلسفه. زي ما امير قال كده، ناخد يعني ناخد الجمله بتاعت امير ده ونحطها على الجروب بتاعنا، اللي احنا نتعامل مع البرنامج بدون فلسفه. ناخذ ما نحتاجه منه. خلاص؟ علشان كده هتلاقوا الكورس عندي او الدوره بتاعتي ما بتكملش 10 محاضرات. فاهمين الحته دي؟ عشان انا بديك اللي هو زي ما بقول لك ايه الاخر، يعني زي المصريين احلى حاجه فيهم هات من الاخر. فده هات من الاخر بتاعت المصريين. الاثار ماشي، وهنا الاخوه السعوديين بيقولوا اللي هي الزبده، يعني فدي زبده الموضوع. اي اسئله تاني؟ ممكن حمايته على السي دي، دي فكره كويسه. في بعض ال انا مش عارف مين اللي كتب المين، عاوز ناخده نحط عليه حاجه ولا نبعت له عليه؟ عشان تحمي السي دي بتاعتك بعد ما حطيت عليها البرنامج ليها كذا. في بعض الشركات بتقدم لك لينكات. لينكات ايه؟ طب خلاص لينكات ايه؟ طيب خدي اللينكات، قولي لي اللينكات ايه بتاعت الفيديوهات. اللينكات بتاعت الفيديوهات هيرفعوا لك في الجروب دلوقتي. خلاص، بخصوص حمايه السي دي، حمايه السي دي في شركات سكيورتي بتديك سكيورتي للسي دي نفسها ما تتنسخش. خلاص، او السي دي بيبقى بيوزر نيم وباسورد عشان ما يتنسخش. خلاص، كل ده اهو اللينك بتاع الجروب اهو هحطه لك. فكل ده مهم جدا، ده مهم جدا لكل الناس. اللي انا بحط حاجات معينه على السي دي نفسها بتعملها زي سكيورتي. هجيب لكم كام اسم شركه بس انا لسه مجمع، يعني ما اتصلتش بالناس في مصر يقولوها لي، بتديك الحته دي. عشان كده بتلاقي السيدات اللي هي بتتباع في السوق لو انت عايز تعمل لها حمايه او الحاجات دي كلها، بتديك هي بتديك زي ملف كده تشغيلي بترميه مع كل اسطوانه انت بتبدا تنسخها. فبتلاقي لما حد ياخد اسطوانه منك عايز ينسخها ما بيعرفش ينسخها. خلاص كده، بس كده هو ده الموضوع. ده بالنسبه للحمايه بس، الناس تفكرني يعني، وانا هجيب لكم الاسماء الشركات دي انتوا تقدروا تتعاملوا معاها. المشاريع اللي فيها فيديوهات كبيره بنحاول نضغط الفيديوهات بصور اقل. بمعنى ايه؟ الفيديوهات اعلى صيغه اللي هي الاي في اي. احنا جوه الفلاش ممكن نخليها الاف ال في زي النسخ اللي انتوا بتشوفوها على اليوتيوب. الاف ال في ده النسخه اللي بتترفع على اليوتيوب، دي تقدر انت ترفعها على لما تصغر حجمها من الاي في اي للاف ال في، تقدر تاخدها على الفلاش بسهوله جدا وتشتغل. تقدر تاخدها على الفلاش بسهوله جدا وتشتغل كويس جدا. خلاص؟ فدي لازم نراعي الحته دي. ان شاء الله مع يعني هبقى معاكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في الدوره بتاعه المونتاج، هيبقى فيها صيغ الفيديو، هيبقى فيها كل الحاجات دي ان شاء الله، ونتكلم فيها بالتفاصيل اللي هي صيغ الفيديو. خلاص؟ فلا تقلقوا يعني. انتوا يعني انا وراكم وراكم معلش. بيكون الاف ال في حجمها صغير عشان انت لما بتيجي تضغطها على حجمها. في برنامج خاص بادوبي اسمه، هقول لكم عليه ثواني كده اطلع اسمه بس من عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو راح فين؟ بسم الله. اسم البرنامج ادوبي انكودر حاجه زي كده، ثواني انا بفتح بس. لا مش الدايركتور، الدوره اللي جايه مش بتاعت الدايركتور، الدوره الجايه ان شاء الله تعالى هتبقى خاصه بالمونتاج كامل. الدايركتور دي هتبقى زي ورشه عمل ان شاء الله تعالى، ممكن انا اديها وفي ناس هتديها تانية محاضرين، يعني اللي احنا هنعمل ورشه عمل على الدايركتور ازاي تخرج سيديهات خاصه بالمالتي ميديا سي دي والحاجات دي كلها. بقى هتبقى ورشه عمل بسيطه، خمس ست محاضرات تطلع لك اللي انت استاذ ومحترف في الدايركتور يعني. ان شاء الله تعالى، اللي انت هتدرسوا فيها لينجو هتدرسوا فيها التاني. البرنامج اسمه زي ما بقول لكم كده، اسمه اللي هو بيضغط الملفات او بيطلع لك ملفات الفيديو،
اللي هو الانكودنج. ايوه انكودنج، خلاص ادوبي انكودنج. خلاص ادوبي انكودنج ده بتقدر تحول الصور الملفات بتاعتك الفيديو، هو بينزل مع الماستر كوليكشن كامله، يعني الماستر كوليكشن كامله بتنزل كلها نازل معاها ده. خلاص، ودي هنعرفها في الضغط بتاع الايه، الملفات والحاجات دي كلها، ضغط ملفات الفيديو. الناس بدأت تسخن اهو. ايه تاني؟ يلا. ادوبي ميديا هو ده، صح. خلاص كده، ده برنامج بتحول الصيغ والملفات وتضغط زي ما انت عايز، الملف ده عايز تحوله لكذا تحوله لكذا، وبتبدا تشتغل من عنده. خلاص، الخارجيه من اليوتيوب انا بضيفها بلينكات زي ما اتفقنا دلوقتي. خلاص، لا ما بينزلش مع الانكودر، ميديا انكودر ده ما بينزلش مع مع الفوتوشوب على فكره، بينزل مع الماستر كوليكشن كامله بتاعت الادوبي. خلاص، ملف الفيديو على الجهاز هقول ردين على امير وعلى امام، الفيديوهات الخارجيه من اليوتيوب لو انت مش عاملها داونلود هتربطها بلينك، لا تربطها بلينك جيت يو ار ال، خلاص، او تربطها بلود موفي، ده الاكواد اللي احنا بنربط بيها الفيديو اللي انا بستدعيه اللي هو يشتغل عندي في فلاشه او يشتغل ايه على لينكو، ببعته لينكو. الملف في الفيديو على الجهاز لابد رفعه مع ملف الفلاش لو انا عامل اللي هو اكسترنال فايل، ودي انا ما بعملهاش، انا بستورد الملف اللي بيبقى داخل جوه، وانا بعمل استورد للملف الفيديو بستورده جوه، فانا مش محتاج ملف الفيديو معاه. خلاص، بس اتاكد وانا بستورده، هل انا استوردته اكسترنال فايل يعني ملف خارجي، يبقى لازم يبقى مع الفلاش، خلاص، على نفس الروت او نفس الباص. خلاص، لو ما عملتلوش اكسترنال فايل واستوردته كامل جوه الفلاشه، خلاص مش محتاجه معاك. معايا كده؟ دي مهمة جدا عشان ما يبقاش مشاغل مع الناس في الملفات الفيديو. ايه تاني يا اساتذة؟ ممكن في برنامج اسئلة ممكن يعمل لك زي كويز لوحده كده. انا مش فاكر الاسم بالظبط، بس هحاول اجيبه لكم وارفعه لكم على الجروب، خاص بالكويز او بالاسئلة، بتعمل اسئلة منفصلة عن الفلاشة. وبعد ما يخلصها بتحط له لينك وهو يخش على الفلاشه تاني او على فلاشه بعدها. خلاص، يبقى منفصل عن الفلاشه. حاضر، ماشي. ليكوا عليا ده يعني هحاول اشرحه لكم مره كده. لو ممكن، حاضر. هو البرنامج ده هحاول انزله، هو عندي اصلا بس في الهارد الخارجي، في اكسترنال هارد عندي، هنزله وابدا اشرحه لكم ازاي نعمل بيه اسئله. هو عامل زي الاسئله بتاعت الاي سي دي ال والحاجات دي كلها. خلاص، بقدر اعمل الايه؟ الاسئله عليه. بقدر اعمل الاسئله عليه. وبعد كده بربطها مع الكائن التعلم بتاعي. معايا كده؟ عشان جوه الفلاش انا ممكن اعمل اسئله جوه الفلاش، بس مشكله صعوبه الاسئله جوه الفلاش لو في العربي. العربي بيعمل مشكله شويه. فده امير فكرني بيه، يعني ده امانه في عنقك، ماشي؟ فكرني بيه ان شاء الله، ونعمل زي ورشه عمل ازاي نعمل الاسئله، او نشوف حد، يعني احنا معانا مهندسين ومهندسات مميزات هنعلن عن اسمائهم قريب ان شاء الله، ممكن يدرسوا لنا حاجات زي كده اللي هو ازاي نعمل اختبارات الاسئله. اللي هي الاسئله الالكترونيه. خلاص؟ ايه تاني؟ انا عاوز كده الناس تطلع يعني احلى حاجه عندها النهارده، يوم اليوم العالمي بتاعكم. انا بقالي 10 محاضرات ولا 11 محاضره زي ما انتوا بتقولوا، قاعد انا اتكلم وانتوا قاعدين مستمعين. فقولوا انتوا بقى عشان انا استمع اسئلتكم الجميله. لا اصل انا مش عايزين فضايح بقى. هتبان اللي هي خيابه المدرس وليس خيابه الطالب. ما هو الطالب لو ما جاوبش يبقى المدرس اللي خيبان. تمام كده؟ أنا شايف الأستاذ محمود بيكتب وأمير بيكتب. أنا عاوز الناس برضو الطلبة بتوعنا هنا في الكورس ده يتفاعلوا معانا، إن إحنا لو في أي حاجة كورسات هم محتاجينها أو الناس محتاجاها تبدأ تكتب عنها أو تكتب عن تعليمها، ونشوف الناس تعلمها لها، وإحنا لو نقدر نعلمها لبعض مفيش أي مشكلة. خلاص؟ ده برضو اقتراح مفتوح بقى، اللي انت ايه زي بقول لك ايه، ماذا تريد ان تتعلم. ناس تقدم اقتراحاتها كده عن طريق اللي هو الجروب بتاع المعهد، جروب معهد التعليم الالكتروني، ماذا تريد ان تتعلم من المعهد. حطوا كده افكاركم عليه، والناس اللي فيها ومحتاجه ايه، ونبدا نتفاعل معاهم، عشان ممكن احنا في دورات ما نكونش بنغطيها، مش عارفين اللي هي الناس محتاجاها او السوق محتاجها. احنا يعني بنجتهد وعايزين
الاجتهاد بتاعكم معانا يعني. هو دي طريقه، وفي طريقه بتحط كله في الشاشه الرئيسيه حسب احترافك انت. خلاص الدعم الفني حط لكم اللينك اهو بتاع المعهد جزيه خير عشان تتفاعلوا معانا ان انتوا تحطوا افكاركم ومقترحاتكم. بص يا امير، انا اديتك طريقه عمل، وكل شيخ وليه طريقه. خلاص كل شيخ وليه طريقه. اللينك لسه محطوط اهو فوق، اطلعي فوق هتلاقي فيه اللينك بتاع جروب المعهد التعليم الالكتروني. خلاص كده، فانت هتحطه في الشاشه الرئيسيه او تحطه في الشاشه العاديه زي ما انت عايز، الشاشات تروح لبعضيها زي ما انت محتاج. شوف الطريقه الاسهل بالنسبه لك. خلاص احنا ما بندرس قران منزل، ده حاجه اجتهاديه. اجتهاديه ازاي؟ اللي انا بديك طريقه العمل والتولز بتاعت الفلاش وتقدر انت بقى تبدع فيها، هو ده طريق الابداع. عشان كده بقول لك انت كرييتيف ازاي، هي دي الكرييتيف اللي الناس عايزه توصل. انا عايز الناس توصل للكرييتيف او للابداع عن طريق اللي هي تستخدم التولز دي بطرق مختلفه وبافكار مختلفه لحد ما توصل للنتيجه المرجوه، واحسن نتيجه ان شاء الله. والله هو اي تجارب فيزيائيه ومتحركه دي بتاخد وقت، فالصعوبه مش في اللغه قد الصعوبه في تنفيذ المعلومه نفسها. فانت لو هتبقى متمكن من لغه السكريبت او من لغه اللينجو هتنفذها بسهوله، بس ايه التجربه؟ بس ايه التجربه؟ خلاص؟ معايا؟ ايه التجربه اللي هتعملها؟ انت لو انت متمكن في اللينجو هتطلعها رائعه، لو انت متمكن في الاكشن سكريبت هتطلعها رائعه، لو انت متمكن في تولز ثانيه هتطلعها برضه رائعه، حسب ما انت متمكن وحسب السيناريو اللي انت حاطه للتجربه. خلاص؟ عشان التجربه العلميه فيها الصعوبه في التنفيذ شويه. ازاي نختار الاكشن المناسب حسب السيناريو وحسب انا هحتاج ايه من الاكشن؟ يعني انا محتاج ايه من الاكشن عشان يفيدني؟ الاكشن سكريبت اللي انا هستعمله هو هيوديني فين او يجيبني منين؟ خلاص؟ الناس اللي مش عارفه الاكشن ممكن تعمل سيرش على الانترنت عليه، او تخش في الهيلب بتاع الفلاش نفسه. لو دخلت الهيلب بتاع الفلاش وكتبت الاكشن اللي انت عايز تعرف معناه بيديك طريقه عمله ازاي، او عن طريق الحاج جوجل بتاعنا تقدر تشوف شكله بيتكتب ازاي وممكن تلاقي اكشن جاهز على طول. البوتو اشهرهم واحسنهم بيشتغل في حاجات كتير. خلاص؟ بس مفيش اكشنات بتشتغل في حاجات تانية زي البوتو. لا، بيبقى كل اكشن ليه خاص بيه، يعني هتلاقي فيه اكشنات خاصة بالبرنت، الطباعة مثلا، اكشنات خاصة بتوقيف الصوت. خلاص؟ وهكذا. اللي هو التسجيل اللي انا عامله الجديد انا شغال فيه. شغال فيه معلش. معلش انا عندي بس المحاضرات ملخبطة لي في جدول الجامعة فعشان كده بس شغال فيه، وكده كده انتوا عندكم محاضرتين، هيبقى عندكم المحاضرات اللي احنا سجلناها لايف دي والمحاضرات اللي انا قعدت سجلتها لوحدي ان شاء الله. فخلال الاسبوعين الجايين دول هتلاقوا المحاضرات على القناه الخاصه بالدارين وعلى القناه الخاصه بي. خلاص بقى عندي قناه دلوقتي يعني. الدوره دي مش هتعاد، هي الدوره دي انا نازل اجازه بس 10 ايام في مصر، فالجامعه القاهره اصلا يعني انا ده بيتي، فهي والجمعيه العربيه للتكنولوجيا التربيه ومعهد الدراسات التربويه، ف يعني جت فكره كده ان احنا ندي الدوره دي في 4 ايام هناك. خلاص؟ فالدوره انا هتبقى في جامعه القاهره 4 ايام مجانيه برضو. علشان كده يعني دي ده بيتي التاني يعني، ده اللي انا يعني افخر اللي انا اتخرجت منه، فعشان كده هندي الدوره فيها ان شاء الله تعالى. 4 ايام كده عشان انا نازل اجازه بس مكوكيه مصر القاهره، فهنديها في حدود 4 ايام مضغوطه يعني مجمعه باذن الله تعالى. خلاص ان شاء الله اوعدكم تاني يعني باذن الله. الدورات دي انا هحاول في الصيف يعني تبقى عندي لمده اطول، ففي الصيف باذن الله تعالى نحاول ايه ان انا ممكن نجمع الدورات دي واحجز لكم انا مكان على حسابي، مفيش اي مشكله في اي مكان، ونبدا ندرسها باذن الله. والله هو تسجيل الدورة من البداية في معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة، خلاص هي مجانية، فالأولوية تديكوا لل يعني للموضوع اللي هي الأولوية للموضوع اللي هي لأبناء المعهد، وبعد كده بياخدوا من بره، فمفيش أي مشكلة، فممكن تسجل. ماشي. اللينك بتاع المعلم الالكتروني ده انا مش فاهم في حاجه الناس محتاجه منه.
هو شغل اكثر تعقيدا هيبقى في الكود، فهنبقى خرجنا من التعلم، من كان التعلم دخلنا للموضوع ده، دخلنا ليه يعني، دخلنا في الاكشن سكريبت والحاجات دي، فدي ممكن نعمل لها دوره بقى لحالها بعيد عن لوحديها، بعيد عن الموضوع ده كله. خلاص انا مش عارف اللينك اللي انتوا حاطينه ده بتاع ايه، اللي هو خاص بالمعلم الالكتروني. دي دوره بتتاخد اصلا اونلاين برضو، بس دي بفلوس يعني، فيها خيره اساتذه التعليم الالكتروني والمهندسين كلهم زملاء اعزاء يعني. فاللي عايز اشترك فيها دي بفلوس، انا اسمع ان هي بفلوس يعني، فما فيش اي مشكله معايا. فكل الناس اللي بيدوا فيها دول يعني جمال شخصيا واخلاقا وكل حاجه معايا. شاركت يعني ايه، اللي عايز ياخد حاجه ما يبقاش، احنا ما بنعملش دعايه بفلوس هنا يعني، كل شغلنا مجاني وما بنرفضش اللي بفلوس، فالناس برضو تقدر تساعد بالفلوس والحاجات دي كلها، ما فيش اي مشكله. اللي هو يعني يقدروا ياخدوا الدورات دي، ما عنديش اي مشكله فيه. خلاص طبعا كل حاجه نقدر نقوم بيها ان شاء الله، بس صعب ان احنا طبعا هيبقى يعني اخلاق المهنيه هتبقى مش كويسه معايا الناس. ما هو مثل هذه الدور عشان احنا نقوم بيها، يبقى احنا كده اخلاق المهنيه مش كويسه. احنا ممكن نقوم ببعض اجزاء حاجات معينه بعيد عن الموضوع، بحيث ان برضو يبقى احنا ايه ما بنكررش المواضيع، او من يعني زي يعني هجيبها لكم بالبلدي، ما بنقطعش رزق ناس، اصل ده رزق بيبقى مبني عليها رزق ناس. خلاص يا ريت الناس ما تدخلناش في الاجزاء دي. احنا بنلاقي يعني بنعمل الدورات اللي هي نطراء اللي هي هتفيد الناس، مع في دورات تانية مكمله يعني. احنا ممكن مدوراتنا ممكن تبقى ماشيه على نفس السيلابس او نفس الاجزاء، بس بشكل تاني او شكل مختلف. خلاص للتصميم او مشروع تعليمي، اللي انت تختار فكره معينه تكون يعني، انا بحب ان الناس تختار من تخصصاتها واللي هي تفيدها من التخصص بتاعها وتفيدها في الموضوع العمل نفسه كمان، عشان يبقى ايه ما ضيعتش وقتا هباء زي ما بقول، هباء منصورا، لا يبقى هي استفادت اللي هي قدمت لي المشروع، وفي نفس الوقت استفادت من الموضوع اللي هي ايه تشتغل فيه. خلاص مفيش اي مشكله، لا يعني مفتوح الموضوع ليك لو انت هتقدر تسيطر وتدينا شغل كويس. الناس هتدينا ايه؟ هتشتغل في مشروعين في مشروع واحد؟ انا عايز الناس تجتهد. خلاص؟ عايز تركز في مشروع واحد، عايز تركز في مشروعين، عايز تعمل دلوقتي مشروع تسلمه وبعد كده مشروع تاني مع بعض. انا مش بقول لكم ان انا المحاضره دي ومش هتشوفوني. يعني ان شاء الله. ماشي، تنفع مشاريع تخرج، ليه لا؟ عايزين تعملوا فكره جديده مفيش اي مشكله. احنا متواصل معاكم، معاكم الايميل بتاعي، معاكم الموقع الشخصي بتاعي، معاكم كل تواصل، معاكم الجروب انا ببقى موجود، بس إيه يعني مش هنتواصل الا في حاله واحده يعني، ان لم يبقى في العمر بقيه زي ما بقول، بس غير كده هنتواصل مع بعض ان شاء الله. بس احنا نقسمها يعني عشان نبقى ناجحين اكتر، اللي يبقى فيه الموضوع مجزأ. هنقدم مشروع تخرج دلوقتي، قدام ممكن نطور مشروع التخرج ومشروع تاني احسن وهكذا. خلاص هنحطها في المنتدى، هنحطها في، هعمل صفحه انا، تصميم صفحه مستودع رقمي كامله ان شاء الله، موقع خاص كده المستودعات الرقميه هنرفع فيها كل الحاجات دي باذن الله تعالى. خلاص بس يبقى عندي مشاريع اقدر ارفعها على صفحه، مش هحط مشروعين ثلاثه على الصفحه يبقى شكلها مش حلو، فهي دي الفكره. وعشان كده احنا طلبنا من الحاجات بتاعه المشروع اللي يبقى فيها اسم الناس. مفيش والله، انا ما شفتش حاجات كتير، او شفت حاجات كلها تعبانه يعني شويه، فانا عايز ان انتوا تعملوا احسن واحسن. خلاص ما هو عناوين كتير انت عندك، لو انت مسكت المواد الدراسيه على سبيل المثال ماده العلوم عندك اجزاء كتير ممكن تعمل فيها ليرنينج اوبجكت، عندك ماده الفيزياء، عندك ماده الكيمياء اجزاء بقى جواها، عندك التاريخ نفس الفكره، عندك الدين نفس الفكره، عندك ايه تاني، عندك مواد كتيره، تاخد اجزاء من المواد دي او تكون كائن تعليمي تثقيفي لموضوع معين
فكرة معينة. معايا؟ أي حاجة في اللغة، ماشي في اللغة، مفيش أي مشكلة. أمين طبعا عشان راجل بتاع لغات وكده، فلازم يعمل في اللغة. لسه مخلص الاختبارات قريب، فنازل سخن علينا. معايا كده؟ في أي تساؤل تاني؟ أنا عايز الناس تطلق العنان للإبداع. خلاص؟ لا تنظر للآخرين، انظر لنفسك وطلع اللي عندك. كل واحد مننا على فكرة عنده إبداع، بس هو بيبقى مكسل بس. هي مسألة كسل. عدد الشاشات ممكن يزيد، مفيش مشكلة. أنا بقول لك لا يقل عن 10. لا يقل عن 10 عشان يبقى فيه انتر اكتف، اللي انت فيه حاجه كائن ملموس معمول. ما حسبتهاش في 10، لا يقل عن 10. خلاص؟ علشان يبقى فيها اكنها يعني حاجه قويه. دي كنتوا يعني باذن الله. ربنا يجزينا جميعا يعني ان شاء الله مع بعض بالخير. اتمنى بس الناس تكون استفادت من الدوره. اتمنى الناس تكون عندها ان شاء الله تعالى. انا ليا نصايح اخرانيه بس واستحملوني فيها، معلش. انا عارف ال 11 ضوء 11 محاضره صدعت فيها كلام كلام كلام، بس النصايح الاخرانيه يا ريت الناس مشاريع البروجكت اللي احنا بنعملها دي، او مجال الميديا، او مجال الاعلام اللي احنا شغالين فيه، او مجال التعليم الالكتروني، مجال بيعتمد ليس على فرد واحد، على مجموعه. بمعنى ايه؟ انا عندي مثلا دخل على التواصل دلوقتي 25 استاذ واستاذه. يا ريت يتواصلوا مع بعض في المعلومه، في كل حاجه بعد كده، بعد ما انتهت الدوره يعني، عشان الناس تستفيد من بعضها. الفضاء الخارجي اللي احنا بنستفيد منه، فضاء الانترنت والفيسبوك والحاجات دي، نقدر نستفيد منها اللي احنا نطور نفسنا. اتمنى الناس يبقى عندها تطور للذات اللي هي على طول دايما. اتمنى من الناس تاني، من النصائح اللي انا بنصحها للناس، اللي يبقى محدده اهداف لحياتها، ودي مهمه جدا. ما تبقاش عارفه هي يعني تعبانه، او هي مش عارفه عايزه ايه. ده اتمنى من الناس تحدده. انت عاوز ايه لايه؟ عاوز تروح فين؟ اخرك فين؟ خلاص؟ حلمك ده عايزه يوصل لحد فين؟ كلنا بنحلم، بس لازم يبقى في ليميت للحلم، او مراحل معينه للحلم. الحلم الاولاني بيبقى بسيط، بعد كده بيتطور، بعد كده بيتطور، بعد كده بيوصل لعنان السماء. خلاص؟ ما ينفعش احلم لعنان السماء وانا لسه ما عملتش الاساس. خلاص؟ دي نصايح سريعه ممكن تكونوا سمعتوها من ناس كتير، بس بحب اقفل بيها المحاضره او الكورس بتاعنا، بحيث ان ايه يعني اقدر اكون وصلت الفكر بتاعي. خلاص؟ مفيش اي مشكله، تناقشوا. امين بيدي افكار اهو، الناس ممكن تتناقش، والجروب مفتوح، والناس بتحط اضافات على الجروب، احنا مش قافلين على الناس. اي حد بيحط اضافات او اي حاجه احنا بنسيبها على الجروب الخاص بالدوره، فمفيش اي مشكله. خلاص؟ احنا مش هنرفع فيديو على فكره، ولا هنرفع البرنامج. الاخ وليد، احنا هنعمل صفحه مستودع رقمي يبقى فيها الموضوع كامل بالفلاشه بتاعتك، يعني اي حد ممكن بعد كده يقدر يستفيد منها في التعليم بتاعه، يقدر يستفيد منها اللي هو يشوفها. شركات التصميم لو بتخش بالصدفه ممكن تلاقي فيها، يعني احنا يعني عاملينها. انا نظريتي ليها المستودع الرقمي ده استفاده للناس، للمعلمين والناس اللي هتستفيد من الموضوعات اللي احنا هنحطها. خلاص؟ والاستفاده ليكم. مفيش مشكلة، ما تصممش بالفلاش، تصممه بأي حاجة، والاستفادة ليك بإذن الله ازاي؟ إن لو في أي فرصة عمل، حد داخل بالصدفة على الموقع، يبقى تسويق. خلاص؟ إحنا أسبوع، الناس هتطول، ما عنديش مشكلة، بس تقول لي إحنا في كذا. إحنا عادتنا مشكلتنا لو قلنا 3 أسابيع هتسحب ل6 أسابيع. خلاص؟ الناس لو ضغطت نفسها أسبوع هتطلع حاجات رائعة إن شاء الله، ده أنا متأكد منه. خلاص؟ في أي أسئلة تاني قبل ما نختم؟ معايا كده؟ دي المشروع الدعم الفني. استاذن طبعا الدعم الفني عشان قبل ما احط لينك بدل ما يعمل لي بلوك ولا حاجه، احط الايميل تاني بتاعه والموقع. علشان الناس تتواصل معايا. خلاص؟ انا يعني شويه مسح بمسح مع الدعم الفني يعني، عشان هو تعب معانا، بيتعبوا معانا يعني. ده الميل بتاعي الشخصي. خلاص؟ ده الموقع الشخصي بتاعي.
تقدروا تتواصل عليه. الصفحة بتاعتي، صفحة الفيسبوك بتاعتي اديها لكم دلوقتي برضو عشان الناس تقدر تتواصل معايا عليها. خلاص كده، في اي حد محتاج مني اي حاجة كده قبل ما نختم؟ الناس تعذرني لو قصرت معاكم في اي حاجة، الناس تعذرني لو في معلومة مغلوطة او انا اخطأت في بعض المعلومات، جل من لا يسهو يعني، فهو كله من عمل الشيطان. الناس تعذرني ان انا ممكن في بعض الاوقات كان المود بتاعي مش كويس فالشرح ما كانش كويس. متى سننتهي؟ دعواتك لينا او دعواتك لينا بالخير ان شاء الله، وهنتهي قريبا باذن الله. خلاص عشان انا انتهيت بس. قناة حضرتك كمان ده انت هتشيلوني كده. حاضر، القناة فين؟ ثواني، القناة الأم طبعا قناة الدارين. القناة دي ما هي إلا عليها أعمال شخصية ليا أنا، وعليها بعض الفيديوهات بتاعة الدارين برضو بلانكات الدارين يعني كده كده. دي القناة الأم لينا كلنا عشان الناس برضو تبقى تستفيد من القناة الأم أكتر وأكتر. دي قناة شخصية حاطط عليها بعض أعمال شغلي أعرف عليها وهكذا. خلاص، ولسه ما جهز يعني، هي جهز التصميم بس ولسه بنخش يعني برفع عليها الفيديوهات بتاعتي الخاصه بيا والحاجات دي كلها عشان ارفع عليها صورتين في الفوتوشوب ازاي، يعني صورتين جنب بعض تشوفهم الاثنين في وقت واحد في ملف واحد ازاي، فهمني بقى. دي القناه شوفوها شغاله ولا لا كده، وارفعها على الصفحه بتاعت الفيسبوك بتاعتي عشان اللينك بتاع الناس تشوفها برضو. يعني هتفتح صورة وعليها صورة تانية ولا ايه عشان اوضح؟ بس افتح صورتين في ملف واحد، ان انا افتح التصميم فاضي مثلا اللي معلمين لبعض الدورات بتفيدنا عشان كده احنا بناخد الحاجات بتاعتها. اسيبكم في رعاية الله وامنه، وربنا يحفظكم جميعا ان شاء الله كده، ويحفظ الجميع بالخير. نتقابل على خيرات دائما، نتقابل على ثقافة وتبقوا اعلم من العالمين يعني اعلم مني ان شاء الله. خلاص كده، التواصل معايا عن طريق الحاجات اللي احنا حطيناها اهو، والدعم الفني ما قصرش برضو، وهتحط لكم لينكات مهمه جدا. الناس تبدا تشتغل في المشروع وتتواصل برضو معايا في اي مشوره، وموجودين ان شاء الله دائما باذن الله طالما في العمر بقيه باذن الله. في اي حاجه قبل ما اخرج من الفصل؟ طبعا انا حزين وانا خارج، طبعا انا ببقى عندي حزن شويه في اخر في اخر دوره. خلاص، فهي دي المشكلة. فأنا عندي حزن إن أنا هسيبكم، بس إن شاء الله هنتواصل يعني على تواصل بإذن الله، ده يعني جيفن تاتش زي ما بيقولوا، ويبقى حاجة كويسة بإذن الله تعالى. إيه اللي شغال؟ القناة؟ أنا حسبت مين شغالة دي؟ خلاص ماشي، طلعت القناة شغالة. خلاص، القناة تصميم طبعا الخلفية بتاعتها، وفي بعض الشغل بتاعي، وهرفع عليها إن شاء الله رسالة الدكتوراه بتاعتي عشان كنت عاملها عن صلاح الدين الأيوبي، رسوم متحركة هرفعها إن شاء الله 2D 3D قريب. خلاص، هرفع عليها بعض الشغل بتاع الطلبة لمشاريع تخرج، فيديو كنا عاملينها في الجامعة عندي برضو هرفع عليها قريب إن شاء الله. يعني هتلاقوا فيها قناة تفاعلية في حاجات شوية، زائد البرامج التعليمية اللي إحنا بندرسها على الدارين واللي بدرسها خارج الدارين كمان هرفعها عليها إن شاء الله تمام، بحيث إن أنت الناس كلها تستفيد منها بإذن الله تعالى. خلاص، اي تساؤل كده يا اساتذه؟ المحاضرات خلصت للاسف، معلش، هذا هو حال الدنيا. ربنا يجزي الجميع ان شاء الله بكل خير. ربنا يجزي الجميع ان شاء الله كل خير. يا ريت الناس كفانا مجاملات، اللي يدعو يدعو بظهر الغيب عشان كلنا نستفيد من الدعاء لكل المسلمين والمسلمات. طبعا الخلفيه بتاعتها، وفي بعض الشغل بتاعي، وهرفع عليها ان شاء الله رساله الدكتوراه بتاعتي عشان كنت عاملها عن صلاح الدين الايوبي، رسوم متحركه هرفعها ان شاء الله 2D 3D قريب. خلاص، هرفع عليها بعض الشغل بتاع الطلبة لمشاريع تخرج، فيديو كنا عاملينها في الجامعة عندي برضو هرفع عليها قريب ان شاء الله. يعني هتلاقوا فيها قناة تفاعلية في حاجات شوية، زائد البرامج التعليمية اللي احنا بندرسها على الدارين واللي بدرسها خارج الدارين كمان هرفع عليها ان شاء الله تمام، بحيث ان انت الناس كلها تستفيد منها بإذن الله تعالى. خلاص،
اي تساؤل كده يا اساتذه؟ المحاضرات خلصت للاسف، معلش. هذا هو حال الدنيا. ربنا ينجي الجميع ان شاء الله بكل خير. ربنا يجزي الجميع ان شاء الله كل خير. يا ريت الناس كفانا مجاملات، اللي يدعو يدعو بظهر الغيب عشان كلنا نستفيد من الدعاء لكل المسلمين والمسلمات. طبعا بلاش يدعو على الملأ كده، خلاص. اشوفكم على خير ان شاء الله تعالى. انا جامعة، ما هو الدراسات اللي انا يعني جامعة، انا حاليا خارج خارج مصر اصلا، خلاص. الاستاذ محمد محمود انا خارج مصر، انا فممكن تتواصل معايا وكلمني بس وانا هشوف انا اقدر افيدك فيه، خلاص. انا نقطة في بحر، في اساتذة احسن مني كتير، يعني في اساتذة في التعليم الالكتروني احسن مني كتير بمراحل كمان، بس لا يسمع عنه احد شيئا زي هون. انا نصيبي اللي انا الدارين يعني كلفتني ان انا ادي دورات، فده بدأت الناس تسمع عنه، خلاص. فتواصل معايا على الميل واديك بعض اللينكات لبعض الجامعات تشوف التعليم الالكتروني فيها ازاي تدرس فيها والحاجات دي كلها، اللي انت لو هتكمل بقى دراسات عليا وماجستير والحاجات دي كلها، خلاص. معايا كده؟ في اي تساؤل؟ الناس بدات تسخن في الاخر، انا معاكم يعني، انا مش هخرج الا لما تقولوا خلاص احنا زهقنا وكفايه كده وما عندناش اسئله، خلاص. لا، في ناس بتتصدق بالعلم على فكره، مش انا بس، في ناس بس لسه ما حدش يعرف عنهم حاجه يعني، بيعملوا في الخفاء، فربنا يجازيهم خير ان شاء الله. اسمي، لا اسمي، المهم الماده العلميه بس اقدر ادرسها يعني، هي مش مشكله في الاسم يا امير، خلاص. اخر نصيحة للناس، عاوز الناس تحلم بس، يعني يبقى شعارنا او هدفنا في الحياة اللي احنا نحلم، والحلم هتوصله ليه ان شاء الله. ما يهمكش حد يثبت لك حلمك، او حد يقول لك انت ما بتعرفش، او حد يقول لك انت فاشل، انسى ده كله وهتحلم وهتوصل ان شاء الله، خلاص. هنوصل بمساعدة بعضنا يعني، عشان مش بالانا، يا ريت الناس تنسى موضوع الانا، خلاص. فهي دي الفكرة، هنوصل كلنا مع بعض بايدين بعض، وهكذا، خلاص كده. فاتمنى الناس تكون استفادت من الدوره، اتمنى الناس تكون بدات يبقى ليها رؤيه واضحه، اتمنى الناس اللي هي بتحلم تاني، عشان احنا الاحلام بطلوا يحلموا، لا احنا عايزين الناس تحلم تاني، ويبقى الدوره دي بدايه للاحلام، والدورات الاخرى ان شاء الله اللي بتتكفل بيها الاكاديميه تكون برضو بتفيد احلام الناس ان شاء الله تعالى، خلاص. محتاجين مني اي شيء تاني؟ عذرا ان انا قصرت في اي شيء، الناس تسامحني، وربنا يشوفكم على خير ان شاء الله. حاضر، دورك. الناس يا ريت تكتب بقى الحاجات دي في الجروب بتاع المعهد نفسه، التعليم الالكتروني، علشان نبدا نجمع الناس قائمين على المعهد هناك، ونبدا نعمل نشوف فيها ايه. اللي هدرسه الكورس المونتاج، يعني معظم الكورس انا اللي قائم عليه ان شاء الله تعالى، هدرسه. انا خاصه اصلا بتاع ميديا وتعليم الكتروني، عملت الماجستير والدكتوراه في التعليم الالكتروني اصلا. انا اصلا بتاع ميديا واعلام، خلاص، علشان اللي بيسال هدرس ايه، فانا عارف اخراج وعارف مونتاج، بشتغل ايدي مونتاج وبشتغل افتر افكت والحاجات دي كلها. ف يعني ان شاء الله هدرس معظم الماده العلميه فيها، بس يعني ربنا يدينا الوقت يعني باذن الله والخير فيه. ما هو احنا هنحاول يا وليد نحطك على الطريق، اللي هيقول لك، اللي هو هيديك البرنامج كامل يبقى بيكتب عليك، حتى لو هتاخده بفلوس مش مجاني يعني، خلاص. احنا بنحطك على الطريق، وانا كلمت وبقول تاني وعيد، احنا بنحط الناس على الطريق، وعليك ان تكمل هذا الطريق بس. مش هقول لك ان احنا هنديك كشور، لا، هديك حاجات في الصميم ان شاء الله تعالى، بس الناس تكمل الطريق، لازم الناس تكمل الطريق. انا مش هقدر اجيب كل واحد اقول له تعالى كمل الموضوع، لا، ما هو الطريق ده
بتاعنا ما فيهوش عربيات، الطريق بتاعنا فيه احلام بس ان شاء الله. بس على الطريق، وعليك ان تكمل هذا الطريق بس. مش هقول لك ان احنا هنديك قشور، لا، هديك حاجات في الصميم ان شاء الله تعالى، بس الناس تكمل الطريق. لازم الناس تكمل الطريق. انا مش هقدر اجيب كل واحد اقول له تعالى كمل الموضوع، لا، ما هو الطريق بتاعنا ما فيهوش عربيات، الطريق بتاعنا فيه احلام بس ان شاء الله، واحلام بتتحقق. خلاص، العربيات دي يعني بعض الناس بقى، يعني معلش المتعبين، بس ان شاء الله مش هيبقوا متعبين باذن الله تعالى. خلاص، ان شاء الله كل الناس هتساعد بعضيها وهنوصل اللي احنا عايزينه باذن الله تعالى. في اي تساؤل تاني؟ طولت عليكم انا النهارده ان شاء الله. نتواصل ان شاء الله في الدوره الجديده، نتواصل على خير في اي طلب او اي حاجه تطلبوها مني شخصيا، ما عنديش اي مشكله. هبقى متواجد في فتره من يوم 20/3 في مصر ان شاء الله. للي عايز يتواصل معايا ونقعد مع بعض قعده اللي احنا نتساءل، نرسم احلام مع بعض ليكم، ما عنديش اي مشكله. خلاص، والله المستعان ان شاء الله، باذن الله في كل شيء باذن الله تعالى. خلاص، اترككم على خير دلوقتي. في اي اسئله قبل ما اترك هذا الجروب الجميل او هذه المجموعه الجميله؟ امين هذبحه عشان هو اللي بيبدا المجاملات الجميله دي، فشكله كده ايه. خلاص، ده الناس كتير اللي هتدبح اهو، بدات يقولوا مجاملات. خلاص، دعونا من المجاملات وخلونا في الاحلام اللي هتتحقق ان شاء الله قريبا، ونكمل السلسله العلميه اللي انتوا علموا الناس بعد ما انا ايه، بعد ما انا علمتكم انتوا علموا بقى الاخرين. خلاص، يلا اشوفكم على خير. وشكرا طبعا للدعم الفني، شكرا للقائمين على اكاديميه التدريب، شكرا لكل اللي ساعدونا، شكرا للناس اللي سمعتنا. فدي اخر شكر يعني، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. خلاص، لا ان شاء الله معاكم يعني باذن الله، الدوره السابقه والدوره القادمه والدوره القادمه باذن الله طالما في العمر بقيه واحنا موجود. وبنشكر طاهر طبعا عشان هو داخل في الاخر، بس مفيش مشكله، بس هيجي في المحاضرات بدري بعد كده. خلاص، وبنشكر فريق التسجيل عشان ما يزعلش، احنا لازم نشكر الناس كلها. خلاص، ما انا كده ان شاء الله كلكم هتبقوا اول الحاضرين باذن الله، واللي هيتعطل او يعمل يتابع الفيديو مفيش اي مشكله. يا رب ان شاء الله يجعله على خير ان شاء الله، ويبعد عننا الرياء باذن الله، ويبعد عننا الغرور باذن الله تعالى على جميعا. يعني اترككم على خير ان شاء الله، وربنا يكرمكم بكل الخير، ونتواصل على خير ان شاء الله. الدعم الفني يقفل عن الغرفه ولا انتوا تقفلوها؟ خلاص ان شاء الله، يلا السلام عليكم. انا برضو موجود اونلاين شويه لحد ما انتم محتاجين اي حاجه على الفيسبوك وعلى الماسنجر بتاعي، بحيث ان احنا نتكلم مع بعض ان شاء الله تعالى. يلا، اترككم في رعايه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.